أنا أعرف موقف يخص بداية دخولك لمجال الشعر، له علاقة بالعوز المادي. صح. أذكر أول مهرجان إلي هو يعني حادثين، كان الأول إنه أنا أول مهرجان إلي بحياتي، أول مرة أصعد منصة، فكان المكان بيني وبين البيت، شوف أخوي كانت يوميته 5000، يعني أجي بكل صراحة، فهاي تودينا بس ما ترجعنا. أوكي زين، إحنا إذا صرفناها هاي شلون بينا طول اليوم، لازم تاني ثاني يوم. فأذكر بوقتها يعني ما أعرف شلون دبرناها ورحمناها إنه أحد أقاربنا قبل إنه يوصلنا بهذا المبلغ روحة جاية، فرحت روحة جاية على أكمل وجه وكملت. وهذا شيء إيجابي إنه بنفس الأسبوع دعاني حلقة تلفزيونية. زين أوكي، أنت من ما قدرتي تدبرين الكروة ما بين النجف والنجف، يعني داخل النجف، شلون تدبرين البغداد؟ ولازم تاكسي، يعني ما يصير طبعاً، لازم تاكسي. فكان بوقتها لازم 150. زين 150 منين نجيبها؟ فيعني أدي تحياتنا إلى ابن خالتي، هو خارج العراق عايشين بيت خالتي أم مصطفى. فأذكر بوقتها خابرت ابن خالتي منتظر، أنا بحياتي لا شايفته، يعني مو ما شايفته، من كان صغير شفته، فكانت فترة كلش طويلة إنه أنا ما شايفته وما أعرف ليش جاب بالي، وجاب بالي بيت خالتي. فخابرت بنت خالتي هدى وأخوها، قلت لهم أنا محتاجة فلوس وأرجعها لكم من نصر النجمة. والله قلت لهم هسه ما أقدر أرجعها، من نصر النجمة أرجعها. فأذكر بوقتها أذكر 100 يورو يمكن دزولي، ورحنا للنجف استلمناهن حوالي 150 دولار. اي اي اي، فاستلمناها وقدرت انه اروح للقاء وارجع، وكانت اجور اللقاء نفس اجور نفس الفلوس اللي اخذناها من عندهم، وقدرت انه ارجعهم. رجعت يعني ال 100 يورو؟ رجعت. زين. لا انا ما احب الدين.